أيها المستمعون الكرام، هذه الأغنية الثانية الجديدة، وهي من الأغاني الطربية الخليجية بعد نجاح أغنية أواه التي رمزت إلى المعاناة وأيضا فقدان الأعزاء على كل الناس الذين يفقدون عزيز بأغنية أواه. ولكن اليوم سجلنا لكم أغنية جديدة بعنوان ابتعد عني، وبكلماتها أيضا الجميلة، بإشراف المايسترو ماجد مياسي، وأيضا ألحان شقيق أبو آدم، وأيضا الكاتب المشرف أبو شرار. نستمع صوت شاعر أوروبا أبو الأمين ماذا يقول بهذه الأغنية الطربية الخليجية الثانية التي نالت نجاح كبير. قول يا مايسترو خليجي مطربنا عجيب نفسي، هليل يا ليل تشترى، وإن عاطف
نفتك تباع وتشترى. هاي الكلمات لها معاني. أنسى وقت فات مالك نصيب، لا تذكر لا تذكر ما جرى، لا تذكر لا تذكر ما جرى. يوم هفت شمس حبك للمغيب، يوم هفت شمس حبك للمغيب، استرحت وعدني طيف الجرى، استرحت وعدني طيف الجرى. قدرك الغالي رميته في الثرى، قدرك الغالي رميته في الثرى. وحسايف قلت لك يا حبيب، وحسايف قلت لك يا حبيب، يوم قلبي جاهل بيك ما درى، يوم قلبي جاهل بيك ما درى. قول يا مايسترو خليجي مطربنا تركبوا عشيفنا فاشل، تركبوا أغاني جديدة خليجية فقط، صوت شاعر أوروبا أبو الأمين. تحية لعازف العود قيس أبو المهلهل.